في خطوة هي الأولى من نوعها في مصر، صدر قرار بفرض ضرائب مالية على صناع المحتوى مثل اليوتيوبرز والبلوجرز. الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب طالبت أمس عبر صفحتها على فيسبوك اليوتيوبرز والبلوجرز بالتوجه للمأمورية في مقرها الرئيسي لفتح ملف ضريبي والتسجيل بمأمورية القيمة المضافة متى ما بلغت أرباحهم السنوية 500,000 جنيه. وبالمناسبة رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبد القادر علق في كذا تصريح صحفي على الموضوع وأكد أن ضريبة المحتوى حيخضع لها كل المواطنين، سواء كانت وظيفتهم هي تقديم المحتوى أو كانوا من المشاهير والنجوم والرياضيين اللي بيمتلكوا متابعة كبيرة على السوشيال ميديا، باعتبار أن التجارة الإلكترونية هي صورة مستحدثة من صور التسويق والبيع. الجدير ذكره كمان، واستنادا لصحف مصرية، حاليا جاري وضع الآليات الفنية اللي حيتم على أساسها احتساب قيمة الضريبة، ورغم أنه لسه ما في طريقة معتمدة لحساب الضرائب، لكن مبدئيا الحسبة حتكون وفقا لتوقعات القيمة من خلال المشاهدات اللي بيتم تحقيقها، وقيمة هذه المشاهدات من قبل يوتيوب، فيسبوك، تيك توك، وطبعا انستغرام. طبعا قرار ضرائب المحتوى لقى ردود فعل سواء من البلوجرز واليوتيوبرز والمشاهير أنفسهم اللي حيدفعوها، أو حتى الناس العادية اللي صارت تقول إنه القرار ممتاز وأصلاً جاء متأخر. هذا غير طبعاً شريحة الشامتين من اللي حيطالهم القرار هذا، ففي أشخاص بيشوفوا إنه مدام أرباح هذول المشاهير بتصل للملايين فلازم يكون في مقابل. وبمناسبة الحديث عن المكاسب الكبيرة، صحيفة المصري اليوم وعلى خلفية قرار الضريبة الجديد كشفت عن أرباح بعض صناع المحتوى، فمثلا الزوجين أحمد حسن وزينب واللي بيتصدروا الترند بين فترة وفترة بسبب نوعية المحتوى اللي بيقدموه في قناتهم من مقالب في أهاليهم وبنتهم وغيرها من الأمور، إثارة الجدل هذه بتوصل أرباحهم السنوية ل1,400,000 دولار بحسب صحيفة المصري اليوم. يا جماعه دلوقتي بتبص لزينب باستغراب، مستغربه في ايه؟ بس هي خلاص عرفت كان دي زينب، يعني عرفت دي امها خلاص، وخلاص اكتشفت الموضوع ده. أيضا القناة الخاصة باليوتيوبر المصري حمدي وزوجته وفاء بتحقق مشاهدات عالية وبالتالي أرباح مرتفعة بتصل ل 4,400,000 دولار، ورغم أن اليوتيوبر محمود الجمل على غرار غيره من صناع المحتوى ما بيتصدر الترند دائما، إلا أنه استطاع كمان يكون ضمن الأعلى أجرا، وبسبب عدد المشاهدات الضخم على قناته اللي بيزيد عن 200 مليون مشاهدة خلال الشهر اللي فات، وحسب صحف مصرية بتزيد أرباحه عن 4 مليون دولار. وفي محلات ثانية زي صحيفة المصري اليوم بتتكلم كمان عن أرقام فلكية بتصل حتى ل 9,600,000 دولار في السنة. وفي كمان اعتاد اليوتيوبر أحمد وندى تقديم محتوى عبارة عن قصص إنسانية، وحققت قناتهم على يوتيوب نسبة مشاهدات عالية، وبيقال أنه أرباحهم كمان وصلت ل1,000,000 دولار بحسب المصري اليوم. وعلى فكرة زي ما قلنا أنه الضريبة حتطال أي صناع محتوى، حتى لو كانت مثلا الطفلة كوكي ووالدها اللي بيقدموا محتوى ترفيهي بيتمثل في مواقف بينهم، حيث استطاعت تحقيق مشاهدات عالية ووصلت أرباحها السنوية إلى 2,500,000 دولار. جيب لنا القهوة يا بابا جنبك. ايه ده يا كوكي؟ ده شكلك بالظبط.
عموما الجدير كمان بالذكر أن الدكتور السيد صقر وهو المشرف على وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية وخلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسؤوليتي وضح إيش هي الأنشطة ونوعية المحتوى اللي حيفرض عليها ضرائب، وقال أنها مفروضة على كل من يروج لشركات الملابس الشهيرة وكذلك مقدمي وصفات الطعام والاستشارات القانونية والطبية وغيرها من المنتجات، والأهم من هذا كله وضح عقوبة المتهرب من تسديد ضرائبه. زي حضرتك زي أي حد في الدولة بيتحصل منه ضرائب أو بيكون بسداد ضريبة، المفروض أن هو برضو الناس دي تبقى حريصة على حق الدولة، حريصة على أن احنا في ناس منهم في السجن يا دكتور، في ناس من اللي حضرتك بتكلم عنهم ده في السجن، هتحاسبوا إزاي؟ في السجن إزاي فعلا؟ محبوسين في قضايا حضرتك، مش قضايا ضرائب لسه، قضايا أخرى ولكن منهم اللي كانوا بيشتغلوا الشغلانة دي بيعملوا فيديوهات وتعمل يعني ارقام. تمام، بحجز يا فندم حضرتك على ما لديهم من املاك، حضرتك بقول لك انا ليا ضريبه، بقدر ازاي، انا عندي كل السبل وعندي القوانين وعندي الاسانيد اللي انا اقدر احصل بيها ضريبتي، سواء بالحجز، سواء كانت على اموال في البنوك، سواء كانت على منقولات او ايا كان، حضرتك بقول لك انا ما بسيبش، مش هنسيب حق الدوله ان شاء الله. ان شاء الله. طيب